أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من برنامج في الموعد. وضيفتي في هذا الجزء السيدة زكية كسراوية، عضوة المجلس البلدي ببردو. أهلا وسهلا بك أستاذة. مرحبا. أهلا وسهلا. في الحقيقة المجلس البلدي ببردو يعيش العديد من التجاذبات التي طفت على السطح مؤخرا، والتي نتج عنها استقالة جماعية 17 عضو بلدي في بلدية باردو، ما عطل مصالح المواطنين. قبل الخوض في هذا الباب من جديد، نشاهد هذا التقرير الذي يوثق ما حصل مؤخرا في المجلس الوطني بباردو، وكذلك عن العمل البلدي برمته في البلاد التونسية بعد تجربة حوالي سنة منذ انتخابات المجالس البلدية. نشاهد ثم نعود لمواصلة حوارنا. اجتماع ليلي طارئ في المجلس البلدي بباردو، نواب من مجلس نواب الشعب في زيارة لفهم الإشكاليات العالقة التي تعيق عمل المجلس البلدي. 17 مستشاراً بلدياً من أحزاب مختلفة قدموا بداية الأسبوع استقالة جماعية، وأردفت الاستقالة بعريضة لسحب الثقة من رئيسة البلدية. السيدة الرئيسة ديما تتعنت، ديما تحب تفرض رأي متاعها، غير متعاونة مع المستشارين، وتحب تنفرد ديما برأي متاعها، وهذا لسبب إشكال كبير. حاولنا نصلح الشيء هذا، حكينا معها برشا، حاولنا نسق معها برشا، لكن على غالب سيدة الرئيسة ديما متعنتة في الرأي متاعها. هذا الملزنا فيما يقارب معناتها 4 شهور التالي، بعد ما تسكرت الأبواب الكل، وبعد ما لقيناش كيفاش باش نجمو نخدموا معها، أنه الأغلبية نادت أنه نمشيو في سحب الثقة من السيدة الرئيسة. استقالة المستشارين البلديين لم تعطل سير أعمال النظافة في جهة باردو، وخاصة أن تونس تعيش في هذه الفترة على وقع فعاليات الدورة 30 للقمة العربية. داخل الدائرة البلدية تسير الأعمال بشكل طبيعي، لكن لا زال المواطن غير راض عن الأداء البلدي. المهم مش قاعدين يخدموا، البيسين مسكر، أولادنا ضايعين، كيسة حموم، الضوء ادخل حي فتومة، ادخل حي رياض، ادخل الملاعب ديما مقصوص الضوء، كيسة تحفر، حالة تكرب زبلة، انتساب فوضوي، حالة حليلة لا مساوي لرين، لا في انتخابناهم، حتى في ولاد عمت الانتخاب، حتى حد ما يوقف له، حتى ما فما حتى مسؤول، حتى من ولاد باردو هنا اللي انتخابناهم احنا المسيرين في اللجان ما عملوا حد شيء. ما فماش، مش قاعدين يخدموا الكل، واحد يبعث في كل واحد. مازال توا تقريبا انا من 10:30 من البلدية هذه. للبلدية هذيك للعدل، من العدل نرجع البلدية هذه، من البلدية هذه باش نرجع البلدية باردو. مش راضين على خدمتهم بالكل، ومش قاعدين يخدموا بالكل مباشرة، ما حتى حد ما هو قاعد يخدم. ادخل تو البلدية شوف هاو قدامك يصير الحدث، هاي الورقة في يدي، هاو ندخل هنا كنت تشوف بعينك. تجربة الحكم المحلي تجربة حديثة العهد في تونس، لذلك تتابع بعض منظمات المجتمع المدني أعمال المجالس البلدية المنتخبة. منظمة راج عملت منذ أكثر من سنة على رصد أعمال المجالس البلدية من خلال حملات ميدانية تتصل مباشرة بالمواطنين، وبعثت منصة إلكترونية تهدف إلى استقبال شكاوى وعرائض المواطنين وتبليغها للبلديات. ثم مشاكل كبرى في فهم الحقيقة مجلة الجماعات المحلية، المجلة الجديدة اللي تم إصدارها. اثنين، أنه ثم مشكل في التركيبة السياسية للبلديات، يعني لحد الآن ما ثماش يعني آلية لحسم الخلاف وأخذ القرار في صالح يعني المواطنين، والتسريع يعني بقرارات تهدف إلى يعني وضع مرفق بلدي عمومي يكون فيه يعني إصلاحات جديدة ويعني أيضا قدرة غياب القدرة على تفعيل البرامج. في هذه الندوة الصحفية تقدم منظمة راج اليوم تقريرها عن الثلاثي الأول للسنة الحالية.
تعرضنا إلى الشكاوي اللي تلقاها المشروع خلال فترة جانفي فيفري مارس. معظم الشكاوي كانت متعلقة محور البيئة والنظافة والإدارة العمومية في بلديات ولاية تونس. من هون ندعي البلديات والمجالس البلدية المنتخبة إن هي معناها تقوم بدورها أكثر وتحاول إنه تحسن من عمل البلدي وتحسن الخدمات البلدية المقدمة إلى 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 سكانها، وخاصة تعود تتفاعل أكثر مع المجتمع المدني، وذلك لتضمين مبدأ التشاركية اللي نص عليه الدستور واللي قام عليه معناها الحكم المحلي. لم تعطي الانتخابات البلدية في تونس أكلها بعد، وسط التجاذبات والإشكاليات التي تعيش على أثرها المجالس البلدية، إشكاليات تعمقت مع تعطل المصادقة على قانون مجلة الجماعات المحلية الذي ساهم في تأخير إجراء الانتخابات البلدية في أكثر من مناسبة. الأستاذة زكية كسراوي، 17 عضواً بلدياً في بلدية باردو قدموا استقالتهم، وهناك كذلك من مخاوف من حل المجلس البلدي بباردو. ما مدى رضاكم على عمل المجلس البلدي بباردو؟ في البداية نشكركم على الاستضافة، ونحب نبين نقطة في البداية، وإنه إحنا كي وقع انتخابنا باش نخدموا في بلدية باردو، وأنا كمستقلة ما نحكيش على الأحزاب، اللي الأحزاب وقت دخلنا البلدية ما عاش فما حتى حزب. احنا توا وقتها كنا لمتنا مصلحة باردو، اكل المواطن اللي حط فينا ثقته، اللي فرحان انه فما ستيل آخر متاع خدمة للعمل البلدي. عبيد فرحان يقول لك ارتحنا من بوه، مع كامل احتراماتي للنيابات الخصوصية اللي خدمت وما نجحتش واللي خليت برشا حاجات ناقصة، وقلنا فرحانين باش ندخلوا نخدموا. في الأول دخلنا عبينية العمل، ثم ناس تم عبيد قعدت لابسة جبة الأحزاب، وقعد كل إنسان عنده ظيم إنه ما وصلش للرئاسة البلدية. رئاسة البلدية راي ماهيش هي المحور، المحور هو العمل البلدي. احنا جينا باش نخدمه، صارت روى مشاكل كبيرة من الأول كما أي بداية في أي عمل بلدي. اختلفنا مع رئيسة البلدية، كانت عندها شوية أخطاء، والخطأ روى ما يعنيش إنه نحلو بلدية. ما هوش الحل إن نحل البلدية، الحل إني نصلح، نحاول إن نعطيها إذا كان هي غلطة نوجهها، أما نتجه للحل معناها نتاع تسكير الباب ضربة واحدة نسيبوا العمل البلدي، وناك الناس اللي وعدناهم باش نخدموا نقولوا لهم لا راه صحيح ما عجبتناش رئيس البلدية لازمنا نروحوا، واللي قلناه لكم راه ذهب سودان، معناها هباء منثورة. طيب نقول السيدة زكية كسراوي، اليوم رئيسة البلدية متهمة من قبل المجموعة المستقيلة بأنها متعلقة بها ملفات فساد، وكان منذ قليل معنا محمد بلاكانجي والذي توجه بالعديد من الاتهامات لرئيسة البلدية التي وجهنا لها الدعوة في الحقيقة لتحضر معنا من أجل الرد على هذه الاتهامات، ولكن يبدو أنها غيرت رأيها وفضلت عدم الحضور. هل تتهمين أنت كعضو مجلس بلدي رئيسة البلدية بما توجه إليها من اتهامات بالفساد؟ والله كلمة فساد كبيرة برشا بكل صراحة، كيفش نبني على كلمة فساد؟ راي مسؤولية بكل صراحة. احنا كدخلنا البلدية ثم ملفات فتحت في تسويات في ناس متجاوزة، صحيح هي الخطأ متاحة انها عملت وحدها خدمت مع مجموعة معينة اللي ما كانتش متناغمة معنا احنا، اما هذا ما يعنيش انه اذا كان السيد اللي قالك المستشار زميلي مع كامل احتراماتي لي عندك عليها اثباتات لان عندها فساد انا ما ريتش، اما انت كان ريت فما قضاء باش نصبر، واحنا محكمة احنا. انت بينك وبينها قضية موجودة في المحكمة. نعم بيني وبينها، لا 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 مش صحيح مش صحيح، ما سميش قضية في المحكمة. انا اول ما نختلف معها لأني عقبت على أنها تخدم مع مجموعة معينة وأنا ما خدمتش معايا ولا غيري وغيري بالحق، واختلفت معها، ما ذاك ما يخاول ليش أني نصادر حق المواطنين مش نخدمه في البلدية. معناها أنا تو تعاركت معها لها وأكبر واحدة عندي معها مشكلة أنا، وأنت قلتها والسيد قالها، لكن إذا ما يعطينيش الحق أني نصادر حق مواطني باردو باش أنا نخدمهم، خاطرني مختلفة معها وتنجم تكون ظلمتنا. مجلس بلدي أمانة، ناس انتخبوني مشيت باش نخدم متطوعة، ما خديت حتى منصب وما طلبت حتى منصب إلا مستشارة عادية، ما مشيتش من اللول. أنا نحكي نحب نحدد لك، وإنه من اتفق على الاستقالة هم
من تمتعوا بالمناصب الأولى في البلدية من نيابة الرئيس الدوائر كلها، ونحن من بقوا ليعملوا، نحن من لم نتبوء أي منصب خاص، مستشارين. نعم. فقط. إذن هي حرب مناصب وهي حسابات سياسية؟ لا. نحن معناش مناصب جينا باش نخدمه، وكهو ديداننا الخدم في البلدية. تلمينا احنا راو مش الاستقالات، ما فماش انت قلت لي استقالات، الاستقالات راي مشروع استقالة، وهما إذا كان راو الاستقالة وحل المجلس هو الحل. هم يقولون أن هناك اجتماع يوم 6 أفريل وسيتم اتخاذ قرار سحب الثقة من رئيسة البلدية، هذا ما كان يقوله زميله في منذ قليل. إذا نجح فلهم ذلك. طيب، السيدة زينب بن حسين رئيسة بلدية باردو متهمة بأنها أبرمت اتفاقات مع وكلاء عقاريين ورجال أعمال وعقود في جنوح الظلام، ومصالحة مع مخالفين للقانون، وعدم احترام المعايير في إجراء وإبرام هذه المصالحات. حسب مباشرتك أنت مع المجلس البلدي لكل هذه الاتهامات، هل هي صحيحة أم لا؟ الخلافات موجودة، التسويات موجودة، لكن نوعية التسويات أو أنا أرى أنه شبهة الفساد هو في أن يتمتع طرف المتهم بمال أو بمال فاسد، تمتع بمال أو تسلم مال. إذا كان عندهم زملائي إثبات وما يثبت القضاء، وليس حل البلدي. لماذا وجد القضاء؟ القضاء هو يفصلها، لكن أنا ما ريتش، أنا مانيش في اللجنة متاع التسويات، وما ريتش فلوس تخذيت، وما فما حتى واحد. صحيح فما عملية تسوية غير مدروسة نابعة عن عدم خبرة، فما رئيسة بلدية دخلت أول مرة تجرب، وكنا في الحكم المحلي ما نعرفوش، نجم تكون غلطت، أما ما نحلوش البلدية نصلحوها، إذا كان ثم تصليح نصلحوها، كان غلطة خطأ فادح وخذيت فلوس، القضاء يعاقبها. يا أخي احنا مش نعاقبوها. نعم. في البلدية سيدتي الكريمة، هذا يا محضر جلسة وأنت مقررته، وفيه العديد من التجاوزات التي قلت أنها غير معقولة وتقترفها رئيسة بلدية باردو، وفيها العديد من النقاط، وهي 7 نقاط من بينها إبرام هذه الصفقات. أنا أسجل ما يقال، المقرر يسجل ما يقال. نعم، ولكنك أمضيتي على المحضر، يعني أنت لست موافقة على كل هذه النقاط وهذه التجاوزات. تكتب أي تجاوزات، ترى نحن نجي نقول لك تو نحن التجاوزات نحلوا عليها المجلس. أخي تو تجاوزات، أنا كرا تجاوز. إذا كان المجلس يتعطل بكل هذه التجاوزات فيمكن حله ما دام لا يؤدي واجبه على أحسن وجه. وأنا هو الواجب، وقتاش بدينا نحن نخدمه حتى نقول نحن عنا واجب ولا معلش، احنا ما بديناش نخدم. خليني يا أخوي يقولك لا تظن من أمري إن ألا وأنت مؤجربه، فإن التجربة فإن كم تدوم مرحلة التجربة؟ كم يجب من وقت من أجل أن يبدأ المجلس البلدي عمله؟ نحن اليوم على بعد 9 أشهر من انتخاب المجالس البلدية، ونبقى 5 سنين مدام وما نعملوا حتى شيء، نبقى 5 سنين على الحالة هذه. يا إما تنحية رئيس البلدية، معناها نقعد ونحن معطلين باش تتنحى رئيس البلدية ومتنحى شيخ، نحن نخدمه في دار رئيس البلدية ولا في بلدية ملك البلدية، راهي ملك مواطني باردو، راهو الناس يستناو فينا، ينتظروا منا الكثير. نمشي أنا خاطر عندي خلاف مع رئيس البلدية نحل، نمشي نشوف كان عندي عليها تحفظ، نمشي نشوف كان ثم، نمشي نقدم بها قضية كان ثم فساد، كيفاش نحل البلدية؟ هذا الحل. احنا عندنا 14 من المستشارين ضد حل البلدية، ويستحيل نمشيو في حل البلدية، خاطر احنا راهو الناس بالحق، إذا كانك وطني بالحق تعافر للأخر وتقاوم للأخر، وحتى مهما تكون العقبات ما نوخروش، يلزمنا نخدمه. أما نجي نمشي نحل البلدية ونمشي نشد الدار، أنا جيت متطوعة، احنا عندنا 25 سنة شخصيا في الجمعيات في العمل التطوعي، ماهوش جديد عليا، نشد الصحيح نخدم نتطوع إلى آخر نفس. أما باش نوخر وخاطر ما عجبتنيش رئيس البلدية ما تعجبنيش، وندخل نخدم معاها ونعاندها ونتعافر معاها وننجح بعد 5 سنين، لو ما نجحتش العام الأول ننجح الثاني، ما نجحتش الثاني ننجح الثالث. أما نحل البلدية ماهوش حل، هذا حل مع كامل احتراماتي للناس كل، جبان، حل غير جريء،
أنا جرأتي تخليني نكمل 5 سنين ونحب نخدم ومش نواصل نخدم مالجري التعطيلات ومهما كانت التعطيلات. يعني ستواصلين العمل رغم التوتر الحاصل داخل المجلس الولدي في البلد. هذه قوتي، قوة المستشارين شادين صحيح أنه باش نخدمه مش نتجاوزوا العقبات الكل، وعنا أمل ومهما كان احنا كي نعطيه فرصة، مش الرئيس البلدية نعطيه فرصة للمواطنين باش يشوفوا واش نجموا نعملوله. احنا لتو غير قادرين في هذا المناخ، هذا مناخ تاع خدمة. اليوم نجي ويا تتنحى رئيس البلدية ما نخدمش، هذا يسامحني ماهوش حل. ماهوش طيب حل. ما هو الحل حسب اعتقادك اليوم؟ العمل، العمل. إذا كان هناك سلطة غير متناغمة، مجلس بلدي غير متناغم، لا يمكن أن يكون هناك عمل. لا سامحني، أنا كي ندخل ونشد رئيس دائرة ولا نشد نائب رئيس وغير قادر باش نواجه مشاكل كيما هذه ما ندخلش. إذا كان ما عنديش شخصية باش نواجه ونكون أقوى من المشاكل هذية ما ندخلش البلدية، ما نتحملش مسؤوليات، ما ندخلش وما نوعدش الناس ونبدأ نخيزينا بالعود وبلاد كاملة توعد وما ثماش. خلينا نوعد وننفذ، أنا شخصيا وعدت ونحب ننفذ، وعدت نحب نخدم، ولو كان نبقى وحدي في البلدية ويخول القانون باش نخدم راي باش نخدم. من يمضي على الاتفاقات؟ من يقوم بإمضاء كل الإجراءات وكذلك الاتفاقات؟ أليست رئيسة البلدية؟ لا ما تنجمش تمضي وحدها في الحكم المحلي، ولا وحدي نجم يمضي وحده، مستحيل. إذا كان احنا أمضت وحدها القانون ماهوش باش ينصفها. يعني أنتم اليوم 14 مقابل 17؟ نحن 14 وحتى 4 رانا مش نخدمه، إلا لك حتى كانت سكرت البلدية وتحلت رانا مش نمشي ونخدمه غادي. أنا مش نهز مصالحة وباش نهز واحد ونبدأ نكنس قدام البلدية وباش نمشي للناس اللي وعدتهم مهما كان نخدم على الأقل شيء من اللي وعدناهم به. طيب. ما نجموش نكذبوا على الناس. السيدة زكية كسراوي رئيسة البلدية تقول أنه يتم استهدافها لأنها تنتمي لحركة النهضة. لا ما يهمنيش فيها، احنا توكي نخدم ولا ندافع على حركة النهضة، أنا مستقلة. كان عاد بالي ماني رمشيت لحد حركة النهضة وخدمت على روحي ورانا. لا لا نحن مانيش لا نهضة ولا حتى حزب نحكي عليه، تو نحكي على بلدية باردو. العمل البلدي ايش يلزم نعمله فيه؟ بلدية باردو مش نهضة، راه مخلطة، راهي خليط بين طيار، بين ما نسميش طيار، الجبهة، المستقلين، البديل المدني، بني وطني، معناها خليط هذا كله كي جات فيه. معناها رئيس البلدية من النهضة مش تخلي تخدم نخدمه كيما تحب هي، نخدموش كيما تحب هي، نخدمه كيما وعدنا المواطن، باش نخدموا بوعودنا للمواطن، نحبوا هما يخدموا كي حتى هما. رجع نقول لك يلزم الانسان يحط روحه موضع نقد في بعض الاحيان. يا اخي انت توكي رئيس البلدية غلبتك، معناها تغلبت عليك، انت اضعف من انك تكون مستشار بلدي. بكل صراحه شكون هي زينب بن حسين مش تغلب 29 مستشار؟ قوه الرب هذه لازم تكون تشد حاجه اخرى مش رئيس بلدي. اما انا الراب مني اقوى من اني نضعف قدام مشاكل بسيطه جدا. نذيره هذه منوشات تحوم بكل صراحه، ماهيش نتاع بلدي. شنو عمل لي وعملت لك وقل لي وقل لك ونشد عليك؟ انت توا جيب لي الايجابي، نمشيو الإيجابي وبعد نحكيو على السلبي. كي نبدا من السلبي ومش نوصل. تفائلوا خيرا تجدوه، صلى الله عليه وسلم يقول لك احنا نبداو بالخير ونتفائلوا خير نلقاو خير. وخليها رئيس البلديه راهي مع 29 لي مو ضدها الناس كل. قلنا انا وحده من الناس وقت اللي تبدا مش تخدم ضدنا باش نجي ضدها. كي نوليو 29 ضدها مازالش تعمل حاجه اذا كان احنا عندنا ثقه في رواح. اما نجي والله رئيس البلديه ما خليتيش نخدم. هذه نقول لك يبدا طفل صغير يخرج لبرا يقول لك راهو صاحبي ما خلينيش نلعب معاه خطره أكبر مني. لك احنا ماهيش أكبر منا، رانا في مستوى المسؤولية ورانا قدها وقدود. وأي واحد ماكش حابب مع زينب بن حسين تخدم تفضل قدم استقالتك فرديا وما تفرضش على غيرك. احنا 14 ما تصدر ليش حقي باش نخدم، باش نخدم مواطن. ما تحكمش عليا اني انا نتبعك خاطرك انت غير راضي. انا لا يهمني لا في زينب بن حسين ولا في الشق اللي هاتطلب الاستقالة. لن استقيل شخصيا ومن معي لا لشيء الا رانا باش نخدمه بارد أكهو. هذين نقول لك عليه وراو كل صدق نكلم من جوارحي، خطرني راني تعودت بالعمل التطوعي لا غير. الناس أخرى جاي تتعلم في التطوع يمشي يقعد يتعلم البرة، يمشي يدخل جمعيات يخدم الناس بصدق، يمشي يدق على البيبان ويخدم الناس. طيب يعرف كيفاش يضحي على خاطر غيره، طيب يعرف كيفاش يغمض عينه على برشا حاجات باش ينجم يصنع حاجات أخرى. طيب أستاذتي الكريمة، هناك من يقول من الأعضاء المستقلين أنهم طالبوا منذ بداية العمل في المجلس البلدي بمطلب لجرد ممتلكات البلدية ولم يتحصلوا إلى اليوم على هذا المطلب. هل كنت من بين المطالبين وأين وصلت مطالبكم في هذا السياق؟
هذه ما باش نوريك اللي الناس ما تخدمش مع بعضها، هذه ما اخبار ما في باليش بيه. واذا كان طالبوا بجرد علاش ليه نجموا نمشيو حتى وحدنا نعملوا جرد ونهزوا نشوفوا نعاينوا بيدنا، حنا الاماكن الكل مفتوح، ما نتصورش نلقاو حاجه مسكر. احنا انا ما مشيتش، انا ما سمعتش بيه الحكايه ذي، في باليش بيه. طيب هل تعتبرين أن هناك سوء تصرف في ميزانية باردو، في ميزانية المجلس الوطني بباردو، المجلس البلدي عفوا بباردو؟ المجلس البلدي في باردو سعر ميزانية مازلنا صدقنا عليها، وصدقنا عليها في مناخ خايب برشا، والحمد لله تجاوزنا وفرحنا، وتوى باش نبداو نخدموا بعدك المصادقة على الميزانية. كان عرس بالنسبة البارد وستاد تونيزيان، معناها الملعب التونسي تحية كبيرة لي، ونقول معناها قوس نفتح، وإنه راو نهني الملعب التونسي، راو لن ندخر أي جهد باش ندعمه، وإنه واحدة من الناس من مشجعي الملعب التونسي، والملعب التونسي نهنيه هناء تام، رانا باش نخدمه للأخر لصالح الملعب التونسي، خاطر الملعب التونسي هو لماج دو مارك تاع باردو، هو صورة باردو للناس. طيب السيدة زكية كسراوي، اليوم يبدو أن العمل البلدي في العديد من المناطق، مناطق الجمهورية، متعثر بسبب كل هذه التجاذبات، وليس فقط المجلس البلدي بباردو، لأنه سيحضر معنا في الجزء الثالث من هذا البرنامج كذلك ممثل عن المجلس البلدي في الحنشة من ولاية أصفاقس، وكذلك نفس التجاذبات موجودة كذلك في داخل مناطق الجمهورية. كيف تقيمين العمل البلدي اليوم قرابة عام بعد انتخابات انتظرها التونسيون كثيرا، وانتظر المواطن التونسي أن تحل المجالس البلدية بحكمها المحلي جميع المطالب التي انتظرها التونسيون 8 سنوات بعد الثورة؟ سؤالك وجيه جدا في بلاستو. أعليش احنا التجربة ذي أنا بدي منش مستغربتها، ما كنت ننتظرها كمواطنة، نحكي كمواطنة قبل ما نكون مستشارة، فرحانين برشا ندخلنا في دائرة أخرى، دائرة العمل البلدي اللي عنده وزنه، واللي بالحق فما ناس بالحق مش مثمنته، مش عارف شنية الهدية اللي جابها ربي وجابها وعطات هنا الديمقراطية. إنه إحنا قبل كنا نسمع بالمجلس البلدي كان ضيق، كان يخدم في بعرية المشاكل ذي كلها كانت موجودة، لكن في اللي كان فما مسؤول واحد ويحكم ذي كلها ما عادش. أغزر كيفاش ذي راي ظاهرة صحية، العركة ذي كل نسيش في 6 شهور خلينا نعيش وضعنا ونعيش هالظاهرة هذي ونتعاركوا باش نلقاو الحل. وبالحق فرحانة أنا برشا إني جيت في وقت كيما هكا في الحكم المحلي، نحس في روحي بالحق عندي حق باش نحكم، باش شنو نحكم؟ نحكم باش نفك حق المواطن، باش نعمل لك اللجنة الاجتماعية اللي بالحق كانت تعمل صورة باركة، واش قال لك يمشي لهم في العيد يعطيهم حق كيلو الحم ومدري شنو هذه، ليه احنا رانا عاملين برامج اخرى ومحضرين، يجي نقول لك راه قاعدين نخدموا بالحق وقاعدين نعملوا في برامج، انت حاجة اللي ممكن نقول لك عليها وهي مش ظاهرة فهالمشاكل هذه كل، ان عنا برامج وعنا ما شاء الله حاجات اللي حتى من صنع مشاريع وخلق مشاريع للمعوزين وللناس العائلات الضعيفة، مش نعطيهم مساعدات ونقول سبحان خير، مش نعملوا لهم مشاريع صغرى باش نتبعوها باش نمشيو باش نطلوا في ظل هذه الظروف. اي في ظل هذه الظروف اللي ناس ما حكيت كان على المشاكل، نقول لك نحن عنا برشا برامج قاعدين نخدموا عليها. ما هي هذه البرامج؟ أتيني. برامج نحضروا في مشاريع صغرى إن شاء الله، ونتمنيه أنه المبالغ تترصد للجنة الاجتماعية، أنه باش نعملوا نساعدوا ناس باش نمشيوا لنسايف في الديار نشوفوا شنية طموحها، حتى اللي تحب ترحي الفلفل وتبيعوا هريسة احنا باش نعاونوها، حتى اللي باش تعمل تحب تعمل مشروع صغير عندها صنعة حد حاجة باش نعطيوها راس مال ونتابعوها، والفلوس ترجعها تاخو راس المال ترجعوا وتاخو الفائدة ويزم تبعوها ويزمها تنجح، باش نعاونوهم بالافكار، باش نعاونوهم نساعدوهم ونقفوا معاهم كان لازم نقفوا نهار كل واحده تحل مشروع، انا شخصيا نمشي نقف معاها ونعاونها بما اني بنت تجار، نقولوا انا في ميدان معنا ميدان التجاره مش بعيد علينا، خاطر يزينا من اليد الممدوده اليد العليا خير من اليد السفلى، باش نعلموا الناس انهم يجيك يقول لك اعطيني باش نخدم، مش اعطيني عاوني راني ما عنديش قليل، ما عادش عندنا ان شاء الله في المناطق تاع باردو ان شاء الله باش نخلقوا موارد رزق، وان شاء الله تتابعونا ان شاء الله في ان شاء الله ما يصيرش اللي برشا ناس قاعدين يخطوا له وتو تعرف النتائج قاعدين نخدموا ان شاء الله. في الحقيقه وددت ان اسالك عن المجلس البلدي بباردو اليوم يعيش هذا المخاض، هل تعتبرين ان هذه التجاذبات وهذا المخاض هو تمهيد لما ستعيشه تونس اخر العام من انتخابات؟ والله عنده ضلع في الحكايه زي ما نجموش ننكره،
انه كل واحد عنده طموح، كل حزب من حقه انه ساعات ما احزاب تحب اذا كانت عاودت الانتخابات، اذا كان عاودنا خلطنا وعاودنا مشكينا الحكايه وعاودنا طلعنا خلطه جديده يطلعوا هما يبرزوا اكثر ولا يلقاو حظوظهم اكثر. هذا مشروع ملك نيزم يكون زاد بطريقه مشروعه شويه بعيده على التضحيه ببلديه باردو، خاصه بلديه باردو راهي منطقه استراتيجيه، منطقه سياده بالحق، منطقة أثرية بالحق، عنا حاجات نجمو نخدمو عليها محلية، عنا الحناية، عنا المتحف، عنا برشا بلايص اللي تنجم تخلق منها العجب. شو وين شنو خلينا وين ماشيين هاربين للمشاكل. نحنا غريبة كيفاش ما نتفقوش على حاجات محلاها نصنعوها الباردو، قاعدين نلوجوا في نقتل بعضنا وقتاش القاني والترقالك لأنها تجاذبات انتخابية. انتخابية كل واحد يقول لك خنوري وجهي أنا تو ما كانش خليني شو التضحية، نضحي ببلدي كاملة يا ننجح أنا يا خل تمشي أنا وبعدي توفي. لا أنا نسبق بلدية باردو، نسبق المصلحة العامة، وأنا وين تحطني راه ما نقولوش بلدية باردو، كان تهزني تو بنقردين ونسكن بالسكن برك انتماء لتونس، نمسكن بالسكن بركة ونبدا نخدم في بنقردين بنفس الروح وبنفس المحبة وبنفس الوطنية. فقط سؤالي الأخير، رئيسة بلدية باردو السيدة زينب بن حسين أثارت ضجة كبيرة حين قالت أنا مانيش من وراء البلايك، وكان هناك غضب كبير جدا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه المقولة. كيف تقبلت هذه المقولة وكيف كانت ردة فعلك وأنت زميلتها في نفس المجلس البلدي؟ والله أنا ما نستغربش أنك ماكش باش تفلت الفرصة هذه باش تسألني على السؤال ذاك. تمنيت أن تكون هي حاضرة معي هي حتى أسألها على هي حتى أسألها على ردها يعني. لا هي ردت برنسيب ردت، أنا ما كنتش حاضرة، لكن اللي سمعته وفي اللي قعدنا كل وانه حكيت من وراء البلايك مش جديده لعلي لعليك هي راه، وانا بكل صراحه نشدها بعمله اخرى بالحق نكبش فيه، اما من وراء البلايك اللي خاضت عليه انا واحده من الناس كي نفدلك في دارنا قلهم يا ولادي راني من وراء البلايك وانت منين بالله كانت حتى انا من وراء البلايك صح. اعطيني واحد من تونس مش من وراء البلايك باش الاخر اللي هو من قبل البلايك يقول لي شكونه، الكلنا من وراء البلايك ما جابتش جديد، جابت حتى شيء، كلها حكايه قديمه وحكايه معناها معاوده وديسكور نحكيو فيه ناس كل اللي ذي علم فهمتش علاش استغربوها وين عليها عقدة. أنا نحس اللي تغشش منها معناها هو راهو يحتقر جماعته وراء البلايك. وراء البلايك علاش قالت من وراء مش من وراء البلايك؟ الروس اللي اختلعت واللي جابوا الاستقلال واللي ضربوا على تونس واللي حطوا تونس في على السكة هم وراء البلايك، وما سمى حتى واحد وراء قبل البلاكة إلا لكان جاي من بلاد أخرى، ما احنا كلنا تحطينا وتحطت قدامنا بلاكة كلنا من وراء البلاك. علاش تستغربوا منها ما فهمتش علاش، وعلاش تعاملت عليها الجذ الضجه هذه والحاله حليله ما فهمتش علاش. طيب السيده زكيه كسراوي عضو المجلس البلدي بباردو، لو طلبت منك ان توجهي رساله لزملائك الذين حسب ما تقولين يهددون بالاستقاله ولكنهم يقولون انهم استقالوا وانهم سيسحبون الثقه من رئيسه بلديه باردو، هذه الكاميرا وجهي لهم رساله. والله نطلب من زملائي التعقل ونقول لهم راني انا ملاني خير منكم ولكم خير مني، انتم ما كان عندكم مشكله مع رئيس البلديه راني اول واحده بديت بالمشاكل انا، وكان نحب نشد راني نواصل نشد في خاطر نشد صحيح يعرفوني نكبش انا ياسر، لكن كي نغزر المصلحه ونحط القران اللي حطيت عليه ايدي نهار اللي دخلت بالرغم انا راني لا اعتبر شيء نقطه من محيط من المناصب اللي خذوها هما، انا ما خذيت حتى شيء، انا خذيت مستشار بلدي نخدم مع الناس كله مادة يدي باش نخدم مع الناس كل ويزمنا ننصحهم نصيحة، وإذا كان سمعوها سمعوها ولا ما سمعوهاش هما أحرار، كامش تشدوا انتوما خاطر زينب بن حسين تقعد ولا نحلوا البلدية ونقول لكم راي حساباتكم غالطة وراو كل إنسان مش يخدم تونس. أنا حتى إن شاء الله ما تتحلش البلدية وزي راو حل متاع ناس هاربين من المسؤولية ما نجموش يواجهوا، وما نحبش نقول لكم راو ضعف، الإنسان ضعيف يوخر، واللي وين نقول راه فيكم إن شاء الله تكونوا أقوى من هكا، وكان رئيس البلدية وصلت غلبتنا 29 نعلقوا العلم الأبيض ونمشيوا نروح نشدوا ديارنا، وماناش أهل باش نتقدموا للمناصب هذيا وقت نوليو بالقوة اللي تمكننا باش نخدموا بلدية باردو نتقدموا. متى والله بالوضعية هذه تقولوا راهي غلبتنا رئيس البلدية سامحني ما 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 ماهوش موش سبب مقنع بكل صراحة. سيدة زكية كسراوي شكرا على هذه المقابلة الشيقة وعلى كل هذه الإيضاحات، كل التوفيق وإن شاء الله الصلح يكون باب تدخلوا منه من أجل إنجاز من تخبتم من أجله ومن أجل أن يكون المواطن التونسي راضي على أعمال المجالس البلدية التي ما زالت متعثرة في الكثير من ولايات الجمهورية. ينتظر التونسيون كثيرا
ممن انتخبوهم في المجالس البلدية، ونرجو أن يكون هناك اتفاق مستقبلاً في المجلس البلدي بباردو. جزءنا الموالي والأخير من برنامج في الموعد سيتناول أيضاً مجلساً بلدياً متعثراً آخر في مدينة الحنشة من ولاية صفاقس. بعد الفاصل نعود.